انت بعد ليه عن الرب؟ هو ليس عن اي واحد منا بعيد، وهو قريب وقريب، هو بري وعايز يبررك، سواء يبررك مستوى الشخص دلوقتي او يتعامل مع الشعب في المستقبل، لكن هو عايز يبررك. هو نفسه البار، هو اللي يبرر كثيرين، هو الشخص الوحيد بمعرفته وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين. اقراها في اشعياء 53:11، ولما تعرفه هيلبسك ثياب الخلاص ويكسيك رداءك وتفرح بفرحا افرح بالرب. اشعياء 61:10، ليه البسني ثياب الخلاص كساني رداء البر. وعايز اقول لك يوميا كده اتغنى انك مرتدي، بل البس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد. تدبيرا يعني امدادا للجسد، تدبيرا يعني بتعمل سبورت للجسد والتصرفات الجسدانية او اثار الانسان العتيق، الشر وكل فساد. يا اخويا من فضلك، يا اختي من فضلك، عيش يوميا بتقوى حقيقية امام الاله الحقيقي. عيش للمسيح تستريح.